مشاكل من ورا ده؟ اه طبعا، دايما الناس الواضحة في نظري افضل كتير واريح كتير من اللي عايشين في منطقة رمادية. انا ضد الجواز الزوجة التانية، انا في نظري ان الزوجة التانية دي لازم تاخد بالها اكتر من الزوجة الاولى. مع احترامي لكل جمهوري اللي منهم زوجات تانية، انا بشوف ان الزوجة التانية دي بيقع عليها معاناة كبيرة جدا عشان تحافظ على جوازها. ما بتبقاش شراكة على قد ما بتبقى محاولة طول الوقت للاستمرار والمرضية. بيقع عليها مشاكل بتجيلها من كل حتة، من كل حتة. فدايما ليه تحطي نفسك في ده؟ ليه؟ الرجالة منفصلة كتير، والرجالة مش متجوزة كتير، والدنيا فيها كتير. بتكلم عن الزوجة التانية اللي بيجي واحد يخبط يقولها أنا بحبك أو أنا عايز أرتبط بيكي أو ليه أصل مراتي بيها وبيها 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 وبيها. تروح تتجوزي تلاقي إن ده شخص لو زهق منك بيبقى عايز يطلعك من حياته بأي تمن. طب أنا معايا حد اتنين تلاتة، بقينا فردين، بقينا تلاتة، خسارتك كبيرة. انتي نفسك لو مليتي شوية من العطاء بتاعك بتفقدي مكانتك عنده. معرفش، أنا بحس كده، بحس إن كل زوجة تانية طالع عينيها. إحساس. أنا بكلمكو على الزوجات التانية اللي هي جاية من الباب دي، مش بكلمكو على اللي رسمت على واحد متجوز وعملت مجهود كبير جدا عشان تاخده. دي في نظري برضو ليها تفسير. في نظري إن هي ما تعرفش تبدأ من الأول، ما تعرفش تبدأ من الصفر، تعرفش تبدأ من أول السطر. بتحب الجمل لما اتكتبت والحاجة لما استقرت، فبتشوفها بتلمع تحلو في عينيها تاخدها. بس ده الحد اللي بشوفه في الشكل ده. مش هقول بقى خرابين بيوت، لا انا مش هقول ده. العكس، اللي اتجوزت من البداية لسه اللي خدها من بيت ابوها وامها، كانش معاه غير مرتبه، وبعد شويه ربنا كرمه ببنت ابو ولد، وبعد شويه ترقى في الشغل، وبعد شويه عمل حاجه جنب الشغل، وبعد شويه شقه الايجار بقت تمليك، وبعد شويه العربيه كبرت، وبعد شويه الحياه استقرت، وبعد شويه اللبس اللي كان على قد بقى برندات، وبعد شويه الحياه بقت مرفعه حبتين. فالحاجة دي بتطمع فيها، لكن الشخص ده معرفش يبدأ من الأول.